مدينة الرستان 24/1/2014. السلام عليكم أخي. وعليكم السلام. أخي تحكينا شوي الوضع الإنساني المعيشة عندكم مدينة الرستان. والله وضع سيء كثير. خبز ثلاث أيام حتى يجينا مرة، مازوت 150، بنزين 200، كله غالي. طيب أخي عم يصير عليكم قصف جا مدينة الرستان؟ دائما. طيب فيك تحددنا جهة القصف؟ شمال الكتيبة الهندسي مشري، مشري كمان عم تقصف علينا من مشري. مرحيات تستشهدوا عندنا 6 من الرستان بالقصف الطيراني والمروحة والقذائف. طيب أخي شو بتتوقع أنت من مؤتمر جنيف اللي عم يعقدوه هلا؟ مستحيل يطلع معه شيء. طيب أخي